تحية لحضراتكم مشاهدين الكرام في هذا المشهد الجديد. حوار اليوم يدور حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لحماية الأمن القومي الأمريكي كما أعلنها ترامب. هذه الاستراتيجية التي تركز على محاور أربعة رئيسة: حماية الأمن القومي الأمريكي، أيضا زيادة القوة التجارية الأمريكية، التوسع في النفوذ الأمريكي في العالم، وغيرها من المحاور المختلفة. حول كل هذه النقاط والمحاور أرحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار الدكتور مالك عوني، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام. دكتور مالك، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ فوز. اسمح لي أتواصل مع سيادتك، ولكن ننتقل مع حضراتكم سريعا مشاهدين الكرام إلى جلسة مجلس الأمن الدولية حول المناقشات المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. ابقوا معنا. عن الطرقات الإنسانية للوصول إلى شمال وجنوب سوريا، وذلك عملا بأحكام القرار 21-65 ل12 شهرا إضافيا، وهذا سوف ينقذ الحياة ويخفف من المعاناة. في الأسابيع السابقة عملنا جاهدين مع أعضاء المجلس للتوصل إلى هذا الاتفاق، والقرار يطلب إلى الأمين العام أن يقوم باستعراض مستقل لهذه العمليات الإنسانية، بما يسمح للمجلس الحصول على قاعدة أقوى للقرارات المستقبلية. بالنيابة عن المشاركين في رعاية هذا المشروع، أشكر ممثلي كل الوفود على انخراطهم البناء في خلال المفاوضات على هذا القرار، وأشكر أيضا طاقم الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والشركاء التنفيذيين تركيا والأردن ووكيل الأمين العام وفريقه هنا. فيما يبقى الوضع الإنساني فظيعا والحاجات كبيرة، القرار بشأن هذا أو الاتفاق بشأن هذا القرار كان أساسيا، والمناقشات كانت صعبة، بالتالي اعتماد مشروع القرار اليوم كان إنجازا هائلا. لأكثر من 6 أعوام فشل العالم وخيب ظن الشعب السوري، وسوف يستمر الوضع الإنساني بالتردي في غياب حل سياسي للأزمة. على المجلس ألا يألو جهدا لوضع حد للنزاع في سوريا، ونأمل أن اتفاق اليوم سوف يعزز الزخم لضمان انخراط بناء من المجلس بشأن سوريا. وشكرا. أشكر ممثل السويد على بيانه. أعطي الكلمة الآن إلى ممثل الاتحاد الروسي. السيد الرئيس، عندما أنشأ مجلس الأمن السبل العابرة للحدود لإيصال المساعدات الإنسانية، اعتبر الجميع أن هذا التدبير سيكون مؤقتا لحالات الطوارئ، فهو تم تقديمه في 2014 في أسوأ حالات النزاع. لم يكن هناك أي فرصة أخرى لتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية للمدنيين، وكان مكتوبا ذلك في القرار 21-65 بأن إيصال المساعدة الإنسانية بشكل عابر للحدود سوف يتم توفيره للسكان في كل سوريا، إلا أن هذا الحكم لم ينفذ، فالآلية استخدمت فقط في المناطق التي تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة غير المشروعة، التي وزعت وعممت هذه المساعدات الإنسانية أو على هواها، ولم يتم توفير المساعدة الإنسانية للجميع، وكل الوكالات الإنسانية لم تطلع بدور إيجابي في هذا الإطار. بل عمدت منظمات غير الحكومية إلى السيطرة على طريقة توزيع هذه المساعدات، وطرح أمر واقع على السلطات الحكومية، ولم تكن الأمور منظمة في هذه الفترة. لن نعوق دور هذا النظام، فهو يصب لمصلحة المحتاجين، لكننا غير قادرين على دعم النص المقترح، إذ لم يعالج كل الأولويات التي طلبنا معالجتها. ولسوء الحظ قمنا باعتماد هذا القرار بسرعة، في حين أنه كان يمكن متابعة الحوار للتوصل إلى توافق. ونأمل أن الأمين العام سوف يستعرض الآلية
وذلك لنرى انتقالا للمرحلة المقبلة لضمان جودة أفضل. وهنا يجب أن ننظر بشكل أساسي إلى رأي الحكومة، وعلى مجلس الأمن أن يحصل على معلومات مفصلة كل شهر من الأمين العام بشأن تفاصيل وقيمة المساعدات المقدمة، ونأمل ألا يأتي ذلك على طريقة تقارير رسمية. وسوف نحرص على متابعة كل المعلومات، ونحن ممتنون لوفد السويد ومصر على هذا العمل الصريح والبناء والدقيق. لكن لسوء الحظ، بسبب موقف بعض أعضاء المجلس الذين حاولوا أن يقدموا آلية العابرة للحدود كآلية ممتازة لا تحتاج إلى تحسين ويودون تجميدها لفترة معينة، لم يشمل النص الأخير أي تعديلات اقترحناها. ونود أن نستمع من الأمين العام في إطار استعراض الخطة بشأن طريقة تحسين فعالية وشفافية الآلية، ونود أن نلتمس تفاصيل أكثر بشأن شركاء الأمم المتحدة في هذه الخطة والمجلس الأمن الذي أتى بهذه الولاية له الحق بأن يعرف المعلومات، إلا أن هذه المعلومات تبقى سرية ومحجبة عنا. بالتالي يعاني شعب سوريا على الرغم من القرارات التي نعتمدها، لكننا نبقى ملتزمين بمبادئ الميثاق. والوضع في البلد اليوم قد تغير بشكل كبير، وإيصال المساعدات بشكل عبر الحدود يبقى من الماضي. من هنا ضرورة تقليص هذه الخطة. الوكالات الإنسانية في الأمم المتحدة يجب أن تعيد التركيز اليوم على سبل التقليدية للعمل في البلد بالتعاون مع السلطات الرسمية وبالتعاون مع المبادئ أو بالتماشي مع المبادئ العالمية لتوفير المساعدة الإنسانية. نأمل أن الأمانة ستخطط لانسحاب تدريجي لهذا النظام. ومسألة تجديد الولاية سوف تطرح مرة أخرى. شكرا. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه. أعطي الكلمة الآن إلى ممثلة الولايات المتحدة. شكرا. اجتمع المجلس اليوم لمناقشة مسألة مهمة للغاية، وقرار اليوم يسمح للأمم المتحدة بمتابعة توفير المساعدة الإنسانية العابرة للحدود والأساسية لإنقاذ الأرواح لملايين السوريين المحتاجين إليها. بفضل هذه الولاية أكثر من مليون سوري كل شهر يحصل على المساعدة من الأمم المتحدة وشركائها. هذا يشمل مياه الشفة والأدوية والأغذية. منذ اعتماد القرار 2165 في 2014 17,000 قافلة وصلت إلى سوريا، وكل قافلة كان أو راجعتها آلية الرصد. آلية العابرة للحدود هذه لإيصال المساعدة الإنسانية قد أنقذت الأرواح في سوريا. نعيد التأكيد على التزامنا بدعم إيصال المساعدة الإنسانية العابرة للحدود وعابرة لخطوط التماس للشعب السوري. فتوفير المساعدة الإنسانية العابرة للحدود غير المعوقة يكتسي أهمية كبيرة. تابعنا مع حضراتكم مشاهدين الكرام جانبا من مناقشات مجلس الأمن الدولية حول تمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام إضافية، حيث وافق المجلس على تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا لمدة عام إضافية. ولكن كانت هناك الكثير من المناقشات، حيث أكد مندوب السويد في مجلس الأمن الدولية أن الوضع الإنساني في سوريا يحتاج إلى الكثير والكثير، واعتماد قرار حول المساعدات الإنسانية اليوم يعد شيئا عظيما. مندوب الاتحاد الروسي طلب مجلس الأمن الدولي بالحصول على معلومات دورية من الأمين العام للأمم المتحدة حول حجم المساعدات الإنسانية التي تقدم إلى المناطق المحاصرة في سوريا بشكل دوري، وأن يكون ذلك من خلال الزيارات الميدانية وليس من خلال التقارير المكتوبة. وقدم الشكر الاتحاد الروسي في مجلس الأمن الدولي قدم الشكر للجهد المصري والسويدي في هذا الإطار.
مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن قرار اليوم يسمح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون سوري. كانت هذه أبرز النقاط الأساسية في هذه الجلسة أو هذه المناقشات في مجلس الأمن الدولي. أعود مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى حواري اليوم في هذا المشهد الذي يدور حول استراتيجية الأمن القومية الأمريكية التي أعلنها ترامب مؤخرا. وأرحب مع حضراتكم مجددا بضيفي في هذا الحوار الأستاذ مالك عوني، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام. أستاذ مالك برحب بحضرتك، هتسمح لي هندخل في المناقشات وكمان معنا تقرير سريع بعده المناقشات، ابقوا معنا. تغيرات جوهرية تضمنتها استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة للأمن القومي مقارنة باستراتيجية العام الماضي في عدة ملفات في مقدمتها السياسة الخارجية والمناخ. الاستراتيجية الجديدة التي نشرها البيت الأبيض في وثيقة قبل دقائق من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفها المراقبون بأنها تضع الولايات المتحدة في صراع على النفوذ الدولي مع الصين وروسيا، إذ تشير إلى أن البلدين تسعيان إلى تحدي دور الولايات المتحدة في النظام الدولي كقوة عظمى بارزة. وتتبنى الاستراتيجية السنوية الجديدة التي تعد الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة إمكانية وقوع مواجهة مع القوى التي تعيد النظر في استراتيجيتها للسياسة الخارجية والأمن القومي مثل روسيا والصين، واللتان وصفتهما الوثيقة بأنهما تعملان ضد المصالح الأمريكية. وفي أول رد فعل على إعلان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، ندد الكريملين بما وصفه الطابع الإمبريالي للتقرير حول استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، واتهمت موسكو واشنطن بالتمسك بعالم أحادي القطب. كما نددت بكين بالوثيقة منتقدة ما وصفته بعقلية الحرب الباردة التي تتبعها واشنطن، والتي صنفت الصين كدولة غريمة. وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تزايدا في القضايا الخلافية مثل التجارة، حيث اتخذت الولايات المتحدة خطوات غير مسبوقة لإجراء تحقيقات بشأن بضائع مصنوعة في الصين وزيادة الرسوم عليها. كما ذهبت استراتيجية ترامب إلى حد اتهام الصين بتقويض أمن وازدهار الولايات المتحدة والسعي لإزاحتها من آسيا. أهلا بحضراتكم مشاهدين. أستاذ مالك برحب بحضرتك، يعني في تقديرك أهمية إعلان الرئيس الأمريكي للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في هذا التوقيت؟ توقيت الإعلان فعلا ليه دلالات مهمة. إذا لاحظنا أن كل الرؤساء السابقين اللي أعدوا استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لم يعدوها إلا قبل مرور عام على الأقل من توليهم الحكم، تمام، يعني ما حدش انجزها في العام الاول كما انجزها ترامب في هذه الفتره. الشيء الثاني ان ولا رئيس من اللي اعدوا هذه الاستراتيجيه سابقا قام بعرضها بنفسه، كان بيتم الاعلان عنها بشكل مؤسسي ولا يعرضها الرئيس. ترامب اختار ان يعلنها بنفسه. المشهد بالامس كان اقرب الى مشهد انتخابي، وكان اللي بيؤكد هذا الكلام ان ترامب ما ركزش في خطابه على تفاصيل الاستراتيجيه بقدر ما ركز على بعض الانجازات اللي حققها، بل وقدم بعض الاشارات اللي تتعارض مع ما ورد في الاستراتيجيه نفسها. كما تحدث عن روسيا، عن تعاون استخباراتي بينه وبين روسيا، وقال ان هذه هي طريقه العمل التي يجب ان تكون. بالعكس، الاستراتيجيه تتحدث عن ان روسيا منافس وغريم، وبالتالي يجب العمل على احتواء التهديد المسؤول للولايات الامريكيه. المشهد بالأمس كان أقرب إلى مشهد انتخابي قام بي ترامب بالأساس، لتقديري الشخصي محاولة احتواء قدر من المشاكل التي تتهدده في الكونغرس الأمريكي نتيجة المطالب باحتمالات طرح مطالب بالعزل، نتيجة علاقته أو علاقة بعض المساعدين بروسيا والكذب تحت القسم وأشياء من هذا القبيل. وبالتالي مشهد الأمس كان بيعكس رغبة من ترامب في تأكيد مرة أخرى أنه رئيس قوي، أن يحاول أن يؤكد الأمريكيين أنه ما وعدهم به خلال حملته الانتخابية هو قادر على ترجمته إلى سياسات واقعية. لكن أسلوب الطرح بالأمس فضلا عن الخبرات السابقة بتنبئ أن ما ورد في الاستراتيجية لا يمكن التعويل عليه
بشكل كبير جدا بطور هو هيكون الحاكم الفعلي للسياسه الامريكيه. عندنا متغيرين اساسيين. المتغير الاول هو شخصيه ترامب نفسه اللي بشكل كبير جدا بتعمل خارج السياق المؤسسي وخرج عن كثير جدا من التقديرات اللي قدمت بيه وزاره الدفاع الامريكيه او الخارجيه في اكثر من موقف. الشيء الثاني الخبرة التاريخية السابقة ان استراتيجية الامن القومي الامريكي عادة ما تواجه الواقع بعد فترة من دخولها حيز التنفيذ وتكتشف ان لا يعني ممكن يكون حددنا التهديدات ووصفناها انما اساليب التعامل معها بتتباين بشكل كبير جدا عما ورد عادة في استراتيجيات الامن القومي الامريكية السابقة. واظن ان هذا ما سينطبق في هذه الحالة. أمريكا ستكون مضطرة إلى انتهاج استراتيجية أو سياسات قد لا تتفق بشكل صارم مع الموارد في الاستراتيجية. وبالفعل الاستراتيجية عكست هذا القدر إنها بحثت وقفت في نقطة وسط ما بين وعود ترامب الانتخابية وما ورد فيه الاستراتيجية. بس هي تقف في نقطة وسط ما بين وعود ترامب وبين الواقع الأمريكي التي تواجهها أمريكا في العالم اليوم. طيب يعني بالنظر إلى البنود الأربعة التي طرحها الرئيس الأمريكي في هذه الاستراتيجية، يعني هل ترى أن هذه الاستراتيجية مختلفة عن استراتيجيات الأمن القومي التي طرحت مسبقا؟ بنتكلم عن حماية الأراضي الأمريكية، زيادة القوة التجارية الأمريكية، كمان ضمان السلامة من خلال القوة. ويعني في تقديري أن هذه لأول مرة بتعلن صراحة في استراتيجية من استراتيجيات الأمن القومي. لو استعرضنا البنود المتعلقة بالاستراتيجية وكيف تراها أنت؟ خلينا نوضح بداية. نشوف ترامب في حملته الانتخابية أعلن شعار هو أمريكا أولا. تمام. وهذا الشعار كان يعكس نوع من أنواع التوجه نحو سياسة أو حديث الجانب. سياسة لا تولي التعاون الدولي أو الحلفاء الاستراتيجيين لأمريكا بشكل عام. التعاون الدولي أهمية كبرى. كانت أمريكا في خلال فترة أوباما حاولت أن تنحو نحو يعني مسارا مختلفا، حتى التعاون مع بعض الخصوم. يعني أوباما كان بيرى أن الصين فرصة وللشراكة والتعاون معها، وكان بيركز على فكرة التعاون مع الصين قدر الإمكان، وإن اضطر في لحظة من اللحظات لانتهاك سياسات احتوائية تجاه الصين. لكن الرؤية بتاعت أوباما أساسا كانت هي فكرة التعاون مع الصين بشكل أساسي. ترامب بالعكس، ترامب بيتكلم في الاستراتيجية دي عن محاولة أن الصين تحدي وتهديد ويجب احتوائها بشكل صريح. إنما هذا ورد في الاستراتيجية لا يعكس كلام عن أمريكا أولا بشكل صارم. إزاي؟ هو تكلم عن احتواء روسيا واحتواء الصين مواجهة تهديد إيراني مواجهة تهديد كوريا الشمالية، لكنه أبقى الباب مفتوحا مع إمكانية التعاون مع أي أطراف دولية إذا كان ذلك يصب في المصلحة الأمريكية. تمام. ده يعكس إدراك صحيح. أن أمريكا لا يمكنها بشكل منفرد تحقيق مصالحها. أنها يجب أن تتعاون مع الصين، يجب أن تتعاون مع روسيا، فبالتالي هي لا تفتح باب المواجهة على مصراعيه. أشارت إلى قبل قليل أن الاستراتيجية تقف في نقطة وسط ما بين وعود ترامب وشعاراته خلال الحملة الانتخابية وبين الواقع العالمي المعاش في هذه اللحظة. خلينا نقول المحاور الأربعة اللي اتكلم فيهم. هو اتكلم في محور الامن الداخلي الامريكي، تعزيز الامن الداخلي الامريكي، وده كان بشكل كبير جدا بيعكس الرؤيه بتاعته. اتكلم على الحائط اللي عايز يبنيه ما بين في حدود امريكا الجنوبيه بين امريكا والمكسيك. اتكلم على فكره تقليد الهجره واشياء من هذا القبيل. ده بيعكس رؤيه ترامبيه الانتخابيه التقليديه. لكن في المحاور الاخرى الموضوع اصبح في قدر من الليونه والسيوله في التعاون مع وعوده الانتخابيه. بمعنى هو اتكلم النهارده على تعزيز الاقتصاد الامريكي ومحاولات الضغط لتعديل الاتفاقيات التجارية اللي سماها غير متوازنة في الصالح الأمريكي، لكنه في نفس الوقت أكد أو يعني عكس بشكل واضح أنه سيتجه إلى نوع من أنواع التعاون وعدم الصراع مع الأطراف اللي بتمثل تهديد في هذا الإطار وهي الصين. معنى أنه سيحاول إقناع الصين بتعديل بعض تلك الاتفاقيات. ما وردش بشكل واضح ما هي أدوات المواجهة اللي يمكن أن ينتجها مع الصين، خصوصا أنه هيكون مضطر أنه يحتاج للصين في مواجهة زي كوريا الشمالية بشكل أساسي. بالتالي المشهد النهارده فيما يتعلق بالصين تحديدا اللي يعني بتحوز جزء مهم من استراتيجيه الامن القومي الامريكي في قدر كبير من الالتباس. ما هي تحديدا السياسات الواقعيه اللي يمكن اتباعها بشكل عملي؟ ممكن نتوقع انه سيتم نوع من الاحتواء من خلال بناء شراكات امنيه مع بعض الدول اللي في جنوب شرق اسيا اللي الصين بتطمع لديها بعض اطماع في المياه الاقليميه. بنتكلم عن فكره تصعيد الوجود العسكري الامريكي في منطقة جنوب شرق آسيا. لكن كل هذه الإجراءات اللي تمت في السابق لم تؤدي بشكل حقيقي إلى تراجع الصين عن نهجها في مد نفوذها ومد هيمنتها، وبالتالي لم يقدم ترامب إجابة واضحة لكيفية التعامل مع الصين.
وبالتالي انا عشان كده بقول لك ان سنشهد مع الواقع العملي ومع القضايا المختلفه بناء سياسات اظنها ستكون مختلفه عن ما ورد في العقود الانتخابيه او ما ورد حتى في هذه الاستراتيجيه. الحديث عن روسيا في نفس الوقت روسيا طرحت الاستراتيجيه باعتبارها تهديد، لكن ترامب خطابه بشكل عام تجاه روسيا وخطاب تعاوني، خطاب انفتاحي بشكل كبير جدا على الرئيس بوتين، وحتى اللي بنشهده النهارده في منطقه الشرق الاوسط تحديدا من تمدد النفوذ الروسي ما بين، لا نرى سياسه امريكيه حقيقيه للحفاظ على مواقع اقدامها التقليديه في المنطقه. كثير جدا من حلفاء امريكا التقليديين في الشرق الاوسط بداوا يدركوا ان عليهم اليوم التوجه الى الباب موسكو بشكل اساسي. صحيح. وموسكو تطرق ابواب المنطقه. يعني بعد طيب. بعد ما انتهت من مساله سوريا تحاول تمديد علاقاتها الجيده والحسنه مع اطراف اخرى في المنطقه لمد نفوذها في هذه المنطقه، وبالتالي لا نرى حتى هذه اللحظه ايضا ولا في الاستراتيجيه سياسه امريكيه واضحه للتعامل مع تمدد نفوذ قوى اسمتها بالمراجعه وتمثل تهديد في مناطق حساسه، بنتكلم عن جنوب شرق اسيا، بنتكلم عن الشرق الاوسط. السياسه الامريكيه غائمه والاستراتيجيه غائمه بشكل كبير جدا في التعامل مع هذه القضايا. طيب بالنظر الى هذه الاستراتيجيه وبالرجوع الى السياسات الامريكيه في المنطقه، سيادتك طرحت منذ قليل ان اوباما كانت سياساته منفتحه على الحلفاء والاصدقاء التقليديين الى حد كبير مع الحفاظ على المحافظه الامريكيه، الرؤيه المعلنه، لكن الواقع كان فيه شيء اخر. ترامب بيعلن صراحه ان مصلحه الامريكيين اولا من خلال حملته الانتخابيه ومن خلال بعض القرارات، يعني في بعض القرارات الامريكيه التي سببت تصدع في العلاقات الامريكيه الدوليه، القرار المتعلق بالقدس سبب احراج للسياسه الامريكيه بشكل كبير جدا، ووجد بعض الحلفاء انفسهم ان المصالح الامريكيه لا تراعي مصالح او حتى اليات التعاون المشترك على المستوى الدولي. يعني في تقديرك انت بالنظر الى هذه الاستراتيجيه وتطبيق على ارض الواقع، الاستراتيجيه الامريكيه متوافقه مع الامريكيين ولا هي رؤيه ترامبيه مختلفه؟ انت لمست بشكل دقيق جدا فكرة التخبط اللي أشرنا إليها اللي احتشاد هذه الاستراتيجية حين تنزل إلى أرض الواقع عند التطبيق، بمعنى أن ترامب حاول أن يبدو متباعدا عن استراتيجية أوباما في المنطقة اللي خلق عداوات في الواقع مع كثير من الأنظمة في المنطقة، وكان في قدر من عدم الثقة، راهن على الإسلام السياسي وجماعاته بشكل كبير جدا لخلق نوع من الفوضى وتقوية فكرة الدولة في منطقة الشرق الأوسط، دي كانت سياسة أوباما. تمام. ترامب جاء بيحاول أن يبدو مختلفا وتبنى استراتيجية مختلفة، وبالتالي كان التصور أنه هيبدأ في إعادة بناء الثقة مع دول المنطقة والحلفاء التقليديين. تمام. ويعيد الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية في المنطقة. في الواقع أن القرار اللي اتخذته أمريكا في تعلق بالقدس وكان ماشي كويس، خلينا نقول يعني هو كان ماشي كويس لحد قبل القرار يعني متعلق بالقدس، ما خدش خطوات حقيقية في هذا السبيل في متعلق بتاكيد فكره الدوله الوطنيه. يعني الحاله السوريه ما كانش سياسه ترامب خلال السنه الماضيه دي لم تكن، يعني لم تكن البعض كان شايف ان هو منفتح على منطقه الشرق الاوسط بزيارته للمملكه العربيه السعوديه ولقاءاته المتعدده مع القاده العرب. خليني اقول لك هنا ليه ترامب بيعمل كده، يعني اقول لك ايه الفكره من ده، هي تواجه الجذور الرئيسيه لفكره اوباما برضه عن المنطقه. بمعنى شوف ترامب، بس خلينا نرجع لنقطه القدس. تمام. ترامب باعلانه ان القدس ستكون عاصمه لاسرائيل او امريكا تعترف بالقدس عاصمه لاسرائيل، ده قرار امريكي متاخد من 95، يعني ما فيهوش جديد. انما ترامب فعله وضعه على ارض الواقع. تداعيات ده ايه؟ ان حاجتين، انه قد يدفع بعض الدول الاخرى في النظام الدولي لاعتراف بالقدس كعاصمه لاسرائيل، وبالتالي هيخلق واقع دولي يعني يناقض القانون الدولي ممثل في قناه الامم المتحده ويناقض المصالح العربيه والحقوق الفلسطينيه. تمام. الشيء الثاني انه قد يعطي ضوءا اخضر لاسرائيل للمواصله وتسريع سياستها في تهويد القدس والسيطره على كثير من اراضي الضفه الغربيه، وبالتالي القضاء على الحقيقي على فكره حل الدولتين. احنا يعني بدانا في هذه الحاله فكره حل الدولتين. هي دي خطوره القرار. تمام، دي خطوره القرار الامريكي. النهارده لما ترامب بياخذ هذا القرار هو بيحرج في الواقع دول المنطقه وانظمتها، واللي كان مفترض انه يسعى الى بناء جسور ثقه معاهم ليعتمد عليهم في مواجهه الارهاب ومخاطر وخفض مستوى التهديدات النابعه من الشرق الاوسط. ده كمان حتى الشركاء الدوليين اللي هم لهم مصالح مشتركه مع الولايات المتحده الامريكيه. ده شوف هو احرج المنطقه في الاول. بالظبط. الشيء الثاني هو رفع سقف التهديد الارهابي اللي بتعرض له اوروبا، يعني اوروبا بالفعل بتعاني من تهديدات ارهابيه مرتفعه جدا نتيجه اضطرابات في الشرق الاوسط شهدناها السنوات القليله الماضيه. صحيح. النهارده اوباما اضاف لهم تحديد ارهابي جديد، لان بالتاكيد اعلان مثل هذا القرار فستؤخذ امريكا وحلفائها الغربيين وكمان وضعهم في حاله حرك شديد في بوتقه واحده، وبالتالي سيصبحوا عرضه لتصاعد ارهابي
غير اللي هو بيشهدوه بالفعل. يعني صحيح. احنا عندنا تقديرات تقريبا ان في تقريبا 900 ارهابي خرجوا من سوريا من والعراق. سوريا ذهبوا الى داخل اوروبا، محدش قبض عليهم حتى هذه اللحظه. اما تجد حافز مثل هذا القرار ان المجتمع الغربي يقف في وجه الحقوق العربيه وحقوق او حتى بتصور ان حقوق اسلاميه بالاساس، فاحنا احنا نشهد احتمالات تصاعد التهديد الارهابي في اوروبا بشكل كبير. وبالتالي ترامب بيضع اوروبا في مأزق، غير طبعا انه بيضعها في مأزق تاني ان هي امريكا الرعايه الاساسيه وشريكه في رعايه عمليه السلام. وبالتالي شركائها الاوروبيين في هذه الحاله اما ان يرفضوا هذا القرار الامريكي ويقفوا في موقف تعارض مع السياسه الامريكيه او يوافقوها. بالتالي اصبحت اوروبا في حرج ما بين مصالحها والحقيقه في الشرق الاوسط وعلاقتها بامريكا. انا اظن الاوروبيين حتى هذه اللحظه يحاولوا اثناء اوباما او اثناء ترامب عن المضي في هذا تبعات هذا القرار، تطبيق هذا القرار. وبالفعل بدانا نشهد مؤشرات للتراجع الامريكي عن تطبيقه على ارض الواقع. بالتالي هنا بنقول لك زي ايه يعني تاجيل نقل السفاره، السفاره لن تنقل بشكل عاجل. تمام. يعني هناك قنصليه امريكيه في القدس كان يمكن نقل او تغيير المسمى من قنصليه الى سفاره، لكن الحديث عن هذه اللحظه عن عامين الى بناء سفاره وغيرها. وبالتالي انا اظن ان هناك بعض مؤشرات التراجع في فكره نقل السفاره الامريكيه الى القدس. الضغط اللي بتقوم به مصر في هذا الاطار وراها المجموعه العربيه ضغط مهم جدا. نجحنا بشكل كبير جدا في مجلس الامن في بناء موقف دولي يعيد الاعتبار لفكره الحقوق الفلسطينيه في القدس رغم الفيتو الامريكي، لكن هناك اصبح راي عام دولي في هذه اللحظه مؤيد او اعاد تاييده للحق الفلسطيني في طيب القدس. عفوا للمقاطعه، بنتقل مع حضرتك ومع الساده المشاهدين الى فرنسا لمتابعه المؤتمر الصحفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى باريس. ننتقل بالاخص في قطاعات المياه والطاقه، ولدينا إصرار كذلك على كل القضايا لكي نواصل الاستثمار والعمل معا، قضايا الثقافة واللغات وهي أولويات بالنسبة لنا، كما تطرقنا كذلك عن القضايا التي نهتم بها على صعيد المنطقة، لأن هذه الزيارة زيارة صداقة وعمل تأتي بعد مكالمات هاتفية منذ أيام جمعتنا لا سيما بعد القرار الأمريكي بشأن القدس، وهذه الزيارة تأتي في وقت مصيري لكل المنطقة. هذه القضايا الإقليمية مهمة لا سيما وضع قضية إسرائيلية الفلسطينية، وثانيا سوريا. فيما يتعلق بوضع القدس، هذه القضية مهمة لبلدينا، ومن الطبيعي أن ننسق بيننا في بشكل وطيد. الأردن هي حامية هذه المناطق المقدسة وهي شريك مصيري بالنسبة لنا، وهذا ما أظهرتموه جلالة الملك من خلال عملكم على تخفيف التوتر والتهدئة. وأود أن أحييكم لأنكم اخترتم خيارا شجاعا وهو خيار السلام. هذا اللقاء مكننا من أن نقف على أمرين، أولا وأننا نولي نفس الاهتمام للحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالقدس، ثانيا نتشاطر نفس القناعة فيما يتعلق بمكانة القدس. هذه المكانة لا يجب أن تفصل عن حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هذا الحل يجب أن يمكن من سلام دائم وعادل استقرار، وهذا السلام لا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال المفاوضات بين الجانبين. يمكن أن نيسر هذه المفاوضات، يمكن أن نساعد على هذه المفاوضات، ولكن لا يمكن ما من بديل على هذه المفاوضات. وفي هذا السياق يجب علينا أن نصل إلى عملية سياسية، وسنلعب معا الدور الذي سيوكل لنا. بالنسبة لي أعتقد أن الأردن شريك استراتيجي على هذه فيما يتعلق بهذه القضية. اتفقنا مع جلالة الملك عبد الله أن نواصل جهودنا للوصول إلى حل أو مقترح سياسي ذي مصداقية في إطار عملية السلام. ثم علاوة على ذلك تطرقنا إلى قضايا تهمنا معا لا سيما محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش وسوريا. وفي هذا الصدد
كلانا على ثقة وعلى قناعة بأن داعش وكل التنظيمات الإرهابية هي عدونا الأساسي في المنطقة. تنظيم الدولة الإسلامية نحن على مقربة من القضاء عليها ميدانيا أو ترابيا، ولكن تهديدها مازال موجودا وقائما وكاملا. وقلت عدة مرات أن هذا الكفاح في منطقتكم أو في المنطقة وفي قارتنا سيتواصل في الأشهر القادمة. أود أن أقول أن الأردن عضو أساسي في التحالف الدولي ضد داعش، وفيها قاعدة عسكرية H5، وهي دائما شريك مهيكل للآليات والإجراءات العسكرية التي نقوم بها في إطار عملية شمال. هي شريك على من الرتبة الأولى لفرنسا، وأود أن أقول التزامنا تجاه هذه الشراكة معكم. كلانا تطرق إلى موضوع مهم، وهو الوضع ما بعد النزاع في سوريا والدور الذي يجب أن نلعبه في بناء السلام، بناء دائم ومستدام في سوريا. كلانا أظن نتشاطر إرادة بناء حل سياسي شامل جامع في سوريا يمكن كل الأطراف من أن تمثل بشكل كامل، وأن نبني ونحمي الحماية الترابية والوحدة الترابية لسوريا والوصول إلى حل سياسي سلمي مستدام. أود أن أحيي كذلك دور الأردن على الساحة الدولية، لا سيما من خلال عقد منتدى العقبة الذي أصبح موعدا لا نظير له. فمثلا كان هناك ندوة مؤخرا حول الإرهاب في غرب إفريقيا، وهذا من أولوياتنا نحن في فرنسا. الوزير الفرنسي كان حاضرا في منتدى العقبة هذا، وأود أن أقول أنه فيما يتعلق بهذه القضايا كلانا نتشاطر نفس الآراء ونتشاطر نفس الرغبة في العمل معا. فيما يتعلق بالملف السوري ومحاربة الإرهاب اتفقنا على تنسيق مواقفنا وعملنا لكي نتمكن في الأسابيع والأشهر القادمة من حمل رؤية مشتركة والتوصل إلى نتائج دبلوماسية ملموسة مشتركة. الثلاث الأشهر الأولى من 2018 ستكون للمنطقة مهيكلة، سواء تعلق الأمر بقضية فلسطين إسرائيل أو قضية سوريا. وفي هذا السياق فإن فرنسا تود أن تلعب دورها بشكل كامل، والشراكة مع الأردن شراكة مهيكلة ومهمة بالنسبة لنا. شكرا جزيلا جلالة الملك، مرة أخرى مرحبا بكم في باريس. أود أن أشكركم فخامة الرئيس على استقبالكم، يسعدني أن أكون هنا، هذه ثاني زيارة لي هنا. أود أن أحيي كذلك الدور الريادي والقيادي الذي عملت عليه في منطقتنا، حيث تحليت بالحكمة لمواجهة الكثير من التحديات، نحن دائما على اتصال لكي نواجه هذه التحديات اليومية. الشراكة القوية بين بلينا تذهب في الاتجاه الجيد. الأردن كما قلتم وفرنسا جزء من شراكة استخباراتية عسكرية. التحديات الاقتصادية ندعم أو نحيي دعم فرنسا لنا فيها. تداولنا سبل تعزيز الشراكة بين فرنسا والأردن، وكذلك مواجهة آخر المستجدات. ذكرتم فلسطين وإسرائيل، المنطقة كلها مهتمة بهالقضية، وأظن بأن القدس تحتل مكانة رئيسية في حل التحديات. إن قرار الأحادي الطرف للولايات المتحدة الأمريكية لاعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل، هذه منافية للقانون الدولي. بالنسبة لنا ما من بديل للحل والمفاوضات، وما من حل بديل عن مكانة القدس. القدس يجب أن نجد مكانتها في إطار المفاوضات الشاملة، ويجب أن تتواصل المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين على مبدأ حل الدولتين. القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، وستعيش بسلام بجوار إسرائيل. حق
المسلمين والمسيحيين في القدس حق لا يمكن النقض فيه، تاريخنا عميق في هذه المدينة. لقد تحدثنا مع القادة المسلمين والمسيحيين في الأردن منذ يومين، والتقيت كذلك في الصبيحة مع قداسة البابا فرانسيس وتطرقنا لهذه القضية. نحن كحماة ورعاة الأماكن المقدسة في القدس، فإن الأردن تهتم بمسؤولياتها الدينية والتاريخية تجاه جامع الأقصى والحرم الشريف. نحن نود أن نؤكد أننا سنعمل معكم، وأنا أدعم الأفكار التي تفضل بها الرئيس لكي نواصل جهودنا لإيجاد حل للنزاعات المتواصلة. نحن دائما نقدم دعمنا لإخوتنا الفلسطينيين وندعم رئيس عباس في إطار مفاوضات السلام. لقد ناقشنا كذلك قضية سوريا وأولويتنا لمحاربة المجموعات الإرهابية، وقد رأينا تقدما محرزا على الأرض، والآن يجب أن نواصل عملنا على محادثات السلام لكي نمضي في الاتجاه الجيد والوصول إلى الوحدة الترابية والسلام في سوريا. باسم الأردن نحن سنقف بجانبكم كأصدقاء، وندعم كل المبادرات الفرنسية للمضي قدما في الاتجاه الصحيح. شكرا جزيلا لهذه الفرصة للحديث معكم، ونتمنى أن نخوض في سنة 2018 بشكل جيد، وأن تكون سنة 2018 أحسن من السنة الماضية. شكرا باسم كل وفدي، وشكرا لتشريفنا، ونتمنى أن نحظى بشرف زيارتكم لنا في الأردن في القريب العاجل. شكرا. طبعا مع حضراتكم مشاهدين الكرام، المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أثناء زيارته لباريس. أولا تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكد أن هذه الزيارة هي زيارة عمل بعد مكالمات هاتفية، وهذه الزيارة بتأتي في أوقات مصيرية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم. فيما يتعلق بالقدس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذه القضية مهمة جدا لفرنسا وللأردن، باعتبار أن الأردن حامية المقدسات في الأراضي الفلسطينية، وأيضا فرنسا بتهتم بهذه القضية بشكل كبير. فيما تعلق بمكانة القدس، أكد الرئيس الفرنسي أن مكانة القدس لا يمكن إلا أن تكون من خلال الحل الدائم، من خلال المفاوضات، ويمكن لفرنسا أن تقدم الكثير من التسهيلات لمفاوضات جادة وشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أكد أيضا أهمية الوصول إلى عملية سياسية يكون من خلالها حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل. أيضا أكد الرئيس الفرنسي أنه تم مناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالتهديدات الإرهابية لداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية. فيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد أن الوضع تم مناقشة ما بعد النزاع في سوريا، وأهمية بناء حل سياسي شامل وجامع يمكن الأطراف السورية جميعا من العمل والتمثيل بشكل كامل وحماية الوحدة الترابية السورية. يعني كانت هذه أبرز النقاط الأساسية التي أكد عليها الرئيس الفرنسي في هذا المؤتمر الصحفي. الملك عبد الله من جانبه يعني قدم الشكر للرئيس الفرنسي، وأكد على أهمية الشراكة الأردنية الفرنسية التي وصفها بشراكة استخباراتية عسكرية اقتصادية مهمة جدا بالنسبة للبلدين. أيضا تطرق إلى موضوع القدس، وأكد أن القدس تحتل مكانة كبيرة، فالقرار الأوحادي الأمريكي منافي للقانون الدولي كما أكد العاهل الأردني، وليس هناك بديل عن المفاوضات السياسية وأن تكون مفاوضات شاملة على حل الدولتين. وأكد أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، وحق المسلمين والمسيحيين في القدس لا يمكن أن يتغير، وحق تاريخي ومؤكد في كل الاعتبارات ولا يمكن المساس به.
وأكد أن الأردن كحامية وراعية للمقدسات في القدس بتهتم بهذه الأمور بشكل كبير، وأكد أنه يدعم كل الأفكار الفرنسية المتعلقة بإيجاد آلية سياسية وغيرها من الأفكار المختلفة. يعني كانت هذه أبرز النقاط الأساسية التي جاءت في هذا المؤتمر الصحفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس. أعود مع حضراتكم مشاهدين الكرام إلى ضيفي في هذا الحوار الذي نتحدث فيه عن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، الأستاذ مالك عوني، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام. أستاذ مالك، تحياتي وعفو للإطالة. نعود للاستراتيجية الأمريكية. الرئيس الأمريكي تحدث عن نقطتين أساسيتين في هذه الاستراتيجية. لأول مرة بيتكلم عن التنافسية، وبيتكلم كمان عن الأنظمة المارقة والجماعات الإرهابية، وأنه يسعى للتخلص من الجماعات الإرهابية وأيضا التعامل مع الأنظمة المارقة. يعني كيف ترى هذه التصريحات في هذا التوقيت الملتهب حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ طب هستكمل اللي كنت بقوله في الإطار اللي تفضلت بيه دهوت. شوف، ترامب احنا قلنا انه بيخلق نوع من انواع المشاكل والاضطرابات في الشرق الاوسط بخلال قراره باعتراف بالقدس، وبالتالي ده بيساعد على زياده فرص الاضطراب والتوتر في المنطقه باكثر مما يساعد على اساءة الاستقرار فيها. وبالتالي احنا هنا قدام سياسه ملتبسه في الواقع. بيؤكد ده ان ترامب خلال العام الماضي لم يسعى الى تقديم حل حقيقي لاي مشكله في الشرق الاوسط، بمعنى انه قبل بنوع من انواع ترسيم وتقاسم النفوذ في الساحه السوريه تقوم برسمه روسيا بشكل اساسي، لكن في الواقع هذا الترسيم للنفوذ وتقاسم النفوذ في الساحه السوريه قد لا يفضي الى استقرار حقيقي في الشرق الاوسط. من جهه اخرى تعامل مع ارهاب داعش بشكل جزئي وانتقائي، بمعنى انه تم الاستهداف الكيان المادي والاقليمي لداعش في سوريا والعراق، لكن التنظيم في حد ذاته لم يتم استهدافه وضربه والقضاء عليه بشكل صارم. وبالتالي احنا بنشهد في هذه اللحظه احتمالات كبيره جدا، مش احتمالات، هو واقع انتقال التنظيم الى مناطق اخرى في المنطقه. تمام. السياسه الامريكيه في مكافحه الارهاب في الواقع هي سياسه انتقائيه مش استباقيه، بتستهدف بعض الارهابيين قد يعتدوا امنها في ليبيا بضربات انتقائيه، لكن لا تعمل لبناء حاضنه امنه ومستقره في ليبيا لاحتواء لمنع تبادل النفوذ التهديد الارهابي الى ليبيا. نفس الحكايه عندنا في اليمن، الوضع في اليمن بيهدد الارهاب، تصاعد الارهاب بشكل كبير جدا، مش هتناقش موقف امريكي حاسم لانهاء الازمه المتصاعده في اليمن. بالتالي السياسه الامريكيه بشكل عام السياسة بتدور في إطار الحدود الدنيا للانخراط في منطقة الشرق الأوسط، وإبقاء وتقديري أنها تريد أن تبقي الشرق الأوسط ساحة استنزاف استنزاف للقوى الكبرى التي تنخرط في المنطقة، سواء كانت روسيا أو الصين أو غيرها، وساحة استنزاف للقوى الإقليمية الرئيسية في المنطقة. نتكلم عن مصر، نتكلم عن السعودية، نتكلم عن إيران، نتكلم دي دول أساسية في المنطقة، ويريد أن يبقي العلاقات بين هذه الدول في المنطقة علاقات توازن ضعف، بمعنى أن تستمر حالة العداء لا يتم حسم أي قضايا من القضايا المطروحة في المنطقة حاليا، ويستمر القدرة الأمريكية على تسويق السلاح في الشرق الأوسط. بالضبط، استمر عمليات يعني التسويق الأمريكية في هذا الملف السلاح في المنطقة تحديدا. وبالتالي التعامل الأمريكي مع الشرق الأوسط لا يوحي بأن أمريكا تسعى لبناء منطقة أو حالة استقرار في الشرق الأوسط. هي تريد الخروج من المنطقة وإدامة الوضع في المنطقة، وضع تأزم واستنزاف أي قوى سواء إقليمية لكي لا تتمكن أي قوى من فرض هيمنتها على المنطقة، دي منطقة غنية بموارد الطاقة، ولا حتى أي قوى دولية تتمكن من الهيمنة. طيب، عشان الوقت وعفوا للمقاطعة، فضلي ملفة، هو أكد كمان على أهمية فرض السلام عن طريق القوة وتعزيز النفوذ الأمريكي والمبادئ الديمقراطية. إزاي؟ هو أكد على فكرة بناء القوى العسكرية الأمريكية بشكل وزيادة الإنفاق العسكري الأمريكي، هنشهد في هذا في السنوات القليلة المقبلة، وبيرى أن ده هيوصل فرصة ردع لأي تهديد إرهابي للولايات الأمريكية. وبالتالي يمكن أمريكا من فرض رؤيتها ومصالحها. دي رؤية فيها قدر كبير جدا من القصور، لأن بنشهد في النظام الدولي النهاردة فيه ما يمكن تثبيته انتشار القوة، بمعنى أن أمريكا هي أقوى قوة من حيث المعطيات الرقمية، لكن أيضا القوة أصبحت تنتشر لدى أطراف أخرى كثيرة في النظام الدولي. الصين بتبني قوة عسكرية متصاعدة، هي قوة اقتصادية الأولى في العالم النهاردة. روسيا بتبني قوة عسكرية متصاعدة بتحاول تعزيز أوضاعها الاقتصادية. حتى في الشرق الأوسط
اصبحت الانظمه والحدود الدول الموجوده في الشرق الاوسط حريصه على بناء قوتها، وبالتالي وتكتلات، فكره التكتلات، اعاده بناء محاور. اه بالظبط، اعاده بناء، ان هذا روسيا والصين بيشتغلوا على القضاء على الهيمنه الامريكيه على نظام المال العالمي، يعني الدولار مش هو العمله الرئيسيه في التعامل، بدوا يخلقوا اليات حتى لو كانت بسيطه في هذه المساله، وبالتالي احنا بنشهد النهارده انتشار للقوه في النظام الدولي. امريكا لن يمكنها باي حال من الاحوال ان تسعى لفرض ارادتها بشكل منفرد في هذا النظام الدولي. ترامب يدرك هذا الكلام، انا الكلام عن فرض القوه، السلام عن طريق القوه، هذا الاستهلاك الداخلي في تقديري. هو يدرك بشكل كبير جدا انه لا يمكن لامريكا السعي لفرض هيمنتها على النظام الدولي في هذه اللحظه، هذا غير ممكن. تقديري ان سنشهد سياسات استنزاف امريكيه للقوه اللي بتهدد قادتها النظام الدولي، لن نشهد سعي امريكي حقيقي لبناء حاله استقرار حقيقيه لا في الشرق الاوسط ولا في بقيه مناطق العالم. هنا السؤال والتحدي الاساسي هيكون هو مدى استجابه العالم والمنطقه لهذه السياسه الامريكيه المتخبطه والملتبسه. تقديري الشخصي اننا في الشرق الاوسط، هي نقطه محوريه مهمه جدا في هذه المساله، السياسه الامريكيه تجاه المنطقه منذ اوباما وتقديري في عهد ترامب لن يمكنها توفير اي قدر من الاستقرار في المنطقه. التعويل على بناء رؤيه اقليميه لتعزيز الاستقرار والاعتماد على القدرات الذاتيه، هذا هو المدخل الاساسي لتحصين المنطقه من تدخلات في تقديري سلبيه. هذه إشارة سريعة جدا، احنا عندنا امريكا 30 ثانية، امريكا بتدعم مشاركة جماعة زي الإخوان المسلمين في الحكم في ليبيا حتى هذه اللحظة، رغم ما ثبت من دعم هذه الجماعة للتنظيمات الإرهابية خلال الفترة اللي استعملت فيها الحكم في اكثر من دولة عربية. هذا الكلام بيؤكد ان امريكا لا تسعى لتعزيز فكره الدوله الوطنيه العربيه، تسعى لابقاء حاله السيوله والتخبط في المنطقه والحفاظ على مصالحها. شرفتني جدا. اين موقف العربي في هذه اللحظه من هذه التهديدات المتصاعده؟ هو ده السؤال الحقيقي في هذه اللحظه. اشكرك جدا، شرفتني بكل هذه التحليلات الراقيه. اشكرك الاستاذ مالك عوني، مدير تحرير مجله السياسه الدوليه بالاهرام، شكرا جزيلا. وانتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار قادم، شكرا لكم والى اللقاء.